المساحة الثقافية لليوم رح نحكي فيها بالتفصيل عن معرض الكتاب السوري اللي بيفتتح أبوابه بمكتبة الأسد الوطنية تحت عنوان كتابنا غدنا برعاية وزارة الثقافة. أكيد رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع والتحضيرات. بصرنا نرحب بهيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ويسعد صباح السادة المشاهدين جميعا. باليوم عبق الياسمين معه رائحة الورق، معه افتتاح لحدث كتير مهم مفترض أن ينتظروا جميع القراء في سوريا، مفترض أن ينتظروا جميع الطلاب. معرض الكتاب السوري معرض مهم جدا، هو عبارة عن خليني أقول مساحة جديدة لتعويد الناس على القراءة، مساحة جديدة لنجذب قراء جدد، مساحة جديدة لنعطي أيضا الكتاب قيمته، ولا نعطي أيضا للثقافة اللي هي مقرونة بالقراءة مكانتها، ونكون كلياتنا مع كتابنا غدنا. عشاق القراءة وكل السوريين بشكل عام كنا متعودين على معرض الكتاب بالشهر التاسع تقريبا. تماما. خلينا نحكي عن الفرق بين هذا المعرض ومعرض الكتاب. هلأ أول شيء معرض الكتاب، معرض مكتبة الأسد المعرض الأساسي، هذا العام متوقف بسبب خليني سميها الوباء عموما، يعني نتائج الوباء، نتائج وباء كورونا أثرت، خليني أشرح بإسهاب شوي مشان تعرف يعرفوا السادة المشاهدين، أثر على موضوع شحن الكتب، أثر على موضوع تنقل ونقل الناشرين العرب إلى سوريا. فهذا حيأثر، حيطلع معرض الكتاب أو معرض مكتبة الأسد كان ليست بالصورة الإشراقية اللي نحن كلياتنا بنتمناها. اتحاد الناشرين السوريين منذ فترة زمنية طويلة عنده مشروع اسمه معرض الكتاب السوري، أن يكون هذا المعرض موجود في دمشق وموجود في حلب وموجود في اللاذقية، يعني أن يعم كل المحافظات السورية. مشكورة جدا جدا سعادة الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة، طرحنا عليها فكرة معرض الكتاب السوري، تبنت المشروع وقدمنا نحن هذا المعرض للجمهور. اسمه معرض الكتاب السوري، هو منفصل كليا عن معرض مكتبة الأسد، ما له أي علاقة فيه، لكن هذا العام بجوز قرب التزامن الزمني سوى شوية لغط عند لغط أنه هذا هو نفسه، لا هو مو نفسه. هذا المعرض الكتاب السوري سيستمر في كل عام، حيكون ممكن بشهر 6، ممكن يكون بشهر 8، ممكن يكون بشهر 4، ما له مرتبط أبدا في معرض مكتبة الأسد، وحيكون في دمشق معرض للكتاب السوري، وحيكون حنأسس لمعارض أخرى في حلب، حيكون عنا معرض الكتاب السوري في اللاذقية في السويدة. عم ندرس إمكانية أن يتوسع هذا المشروع، لأنه بصراحة هذا المشروع هو دعم للقراءة عموما، دعم لكلمة اقرأ، دعم الكتاب أيضا، ودعم لصناعة النشر ودعم للناشرين. لذلك كلياتنا نبحث عن خليني أقول مزيد من المعارض في سوريا الحبيبة، مزيد من التواصل ما بين الكتاب والناشرين والقراء، مزيد أيضا من دخول عناصر جديدة وبالأخص كتاب جدد وبالأخص أيضا قراء جدد، بحيث أنه نحن نضل ضمن دائرة، هذه الدائرة عم نحسها عم تتوسع، والقراءة هي هدف الجميع. من هون بدنا نسألك أستاذ هيثم عن طبيعة الجهات المشاركة، شو الجديد، شو المميز بهذا المعرض سواء من حيث العروض، الجهات المشاركة، أو حتى الأسعار كيف عم بتكون؟ هلأ عدد المشاركين تقريبا عم يكون حوالي 50 ناشر سوري، ما في معنا أي ناشر عربي ولا في أيضا أي كتاب عربي، يعني الكتاب حقيقة هو للناشرين السوريين الذين أصدروا خلال الإصدارات الحديثة أيضا للناشرين السوريين اللي هن من عام 2015 إلى عام 2021. هذا بيعطي أن المعرض حيكون وضعه الإيجابي متجه إلى الإصدارات الحديثة بشكل واسع وبشكل مهم، وأيضا حنعطي بتصور مساحة جيدة
للكتاب السوري وللكاتب السوري. يعني عنا اليوم مثلا ربما عنا 50 60 70 وعم يزداد حفلات التوقيع يلي هي لكتاب سوريين. هذه حفلات التوقيع تصنع، ونحن دائما من نادي بصناعة كاتب سوري مهم، هي تصنع كتاب سوريين وتصنع أيضا كتاب سوري. إذا نحن كلنا متجهين اليوم بهذا المعرض إلى آلية وتطوير وتوسيع نطاق الكتاب السوري بشكله الإيجابي وشكله المهم. وأنتم بتعرفوا كلياتكم أنه نحن الكتاب السوري هو تقريبا يعتبر من أكثر الكتب الجادة في الوطن العربي، من أكثر الكتب اللي إلها رونق ومكانة في الوطن العربي. لذلك حيكون تواجده الآن في السوق السوري وسوقه هو بشكل كثيف، وحيكون بشكل مهم، وحيكون في تلاقي بينه وبين الجمهور، وما في شيء خليني أقول يبعد القارئ عن هذا الكتاب، على العكس تماما حيكون في توسعة أكبر. وبالنسبة للعروض، أنا بتصور حيكون العروض يعني شبه خيالية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. بحاجة هاي الكلمة. نحن كلاتنا بحاجة. تماما. ومشجع حقيقة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. نحن بدأنا، أنا مبارح كنت عم أدور على أغلب دور النشر المشاركة، ما في حدا أقل من 30، حسم 30%، يعني أقل الكتب اللي حتكون هي حسم 30%، في دور نشر حتكون حسم 40%، وفي دور نشر حتعطي اعتبارا من يوم الجمعة حسم 50%، وهذا بصراحة حيعطي مصداقية لهذا الكتاب السوري. يعني حيكون، حقول بكل أمانة، الكتاب في متناول الجميع. يعني اليوم نحن موجودين وهذا الكتاب حيكون سعره يتناسب حقيقة مع واقعنا الاقتصادي. يعني كلياتنا نحن بأزمة، أزمة رواتبنا وأزمة قدرتنا الشرائية الضعيفة، هذا المعرض حيكون هو خليني أقول مساعد للجمهور لحتى يجي يقتني هذا الكتاب. يعني أنا حقول لك حتلاقي كتاب ب2000 ليرة، وحتلاقي كتاب ب1000، وحتلاقي كتاب ب5000. يعني اليوم هذول الأرقام بالنسبة لتكاليف الكتاب ما عاد شفناهم صراحة. أيوة، بالنسبة يعني لأنه تكاليف الكتاب عالي. صحيح. ووضع الكتاب بصراحة، مشكلة الكتاب الورق، أصبح الورق أسعاره كتير عالي، والورق ليس صناعة سورية، فهذا عم يأثر بشكل أو بآخر على سعر الكتاب. لكن أنا وزملائي الناشرين السوريين المشاركين بالمعرض، وأنا بوجه لهم التحية من برنامجكم، أنه حقيقة حيقدموا خدمات جليلة للقراء، وحيقدموا أسعار وحقيقة تتناسب. وأنا بدي أقول من خلال أنا متواجد بالمعرض ومن خلال منبركم، أي كتاب لأي قارئ بيشعر أنه هذا الكتاب غالي الثمن، فممكن يكون في عنده مراجعة لنا، لأنه نحن بالذات بموضوع السعر عم نحاول نقدم كتاب يتناسب مع الواقع السوري الحالي. يعني ما في عنا كتاب غالي أبداً أبداً أبداً، على العكس كتبنا كلها حتكون بمتناول الجميع، وبالذات الكتاب الموجه للناشئة ولكتب الأطفال، يلي هي نحن كلياتنا بنعرف أنه تكاليف عالية وتحتاج إلى ألوان وورق مصقول، لكن نحن حنحاول نقدمها بما يتناسب مع الواقع السوري. يعني حيجي الطفل لعنا المعرض حيشتري قصص أطفال ممكن ب1000 ليرة، ممكن يشتري حتى بأقل. عم نحاول معنا كمان الهيئة السورية العامة للكتاب، عم تحاول تقدم كتاب سعره مو بس مقبول، لا أكثر، يعني سعره مشجع بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. لذلك نحن عم نحاول نقدم من خلال معرض الكتاب شيء له علاقة بالسعر يتناسب مع الجميع، وهذا مفرح. أنا بتمنى نشوف الجمهور هو مثل ما كنا نشوف سابقاً، عم يحفلوا الكتب، عشرات الكتب. هي الرؤية البصرية ما عاد شفناها، ما عاد شفنا ناس عم تحمل كمية من الكتب وتمشي، لأنه بجوز يكون إحدى العوائق هي العوائق المالية. هلأ اليوم بهذا المعرض ممكن نحن نقول نتجاوزها لنقدم شيء كثير حلو وكثير مفيد، وبتمنى الجمهور السوري يساعدنا بالحضور ويشوف هذا الواقع أمامه.
خلينا نذكر المشاهدين اليوم هو الافتتاح عن مدة المعرض، توقيت الزيارة لكل الأشخاص اللي حابين يروحوا يقتنوا كتبهم. هلأ نحن اليوم الساعة 6 مساء للساعة 8 الافتتاح اليوم برعاية الدكتورة لبانة مشوح، حتكون موجودة الدكتورة وحنكون يعني كلياتنا. المعرض الصغير هو مساحته وعدد المشاركين حوالي 50، يعني حنكون أسرة واحدة كلاتنا، حتى مع القراء مع الناس حنكون هو بأروقة مكتبة الأسد نفسها. مدة؟ المدة الزمنية من 26 إلى 6/11، يعني نحن عنا 10 أيام وشوي، 11 يوم تقريبا حيكون الفترة الزمنية. المعرض مستمر، حيعطي راحة للجمهور من 10 صباحا إلى 8 مساء، وهذا كمان بده يعطي كثير مزيد من التعاون بيننا وبين الجمهور. أنا فيني سميه معرض الكتاب السوري، بصراحة هو معرض الجمهور السوري، هو معرض خاص للجمهور، معرض خاص أنه تعالوا بس اقتنوا كتب بأسعار جدا منطقية، وعلى فكرة في عروض كثير متميزة من دور النشر، في كتب ستوزع مجانا حنشوفها، في كتب فعاليات وأنشطة ومسابقات داخل المعرض بشكل كامل. هذا بالنسبة للي بتقدمه دور النشر، يعني نحن حنشوف مسابقات عم تقدمها دور النشر، والفائز بيربح كتاب والفائز بيربح كتابين، إن كان المسابقات والأطفال أو للكبار. مثلا حنكون في عنا بعض الساعات فيها مذيعين بالمعرض عم يسألوك شو اسم الكتاب أو اسم المؤلف، اللي حيجاوب حيربح كتاب. يعني نحن حنحاول يكون بصراحة أسرة واحدة، والكل يطلع من هذا المعرض معه كتاب، إن كان دفع ثمنه المقبول أو بدون ما يدفع ثمنه، لأنه حقيقة حنحاول نعيد كلمة اقرأ للواجهة. أيضا مشكورة وزارة الثقافة، بدي أكد على فكرة النشاطات الثقافية مفرحة، النشاطات الثقافية ليست نشاطات عبارة عن ندوات ومحاضرات فقط أو أمسيات شعرية فقط، في ندوات وفي محاضرات وفي أمسيات شعرية وفي غناء تراثي، في عنا شيء له علاقة بالغناء التراثي، في عنا شيء من القدود الحلبية، في عنا شيء فحقيقة مميز، في عنا شيء له علاقة أيضا بالسينما، يعني حيكون مكان لتجمع كل الأسرة السورية. أنا بتمنى عليكم نتساعد مع بعضنا البعض، أنتم كإعلاميين نرفع من السوية ونحط نشرات اليومية للمعرض، ونضل عم نقول كتابنا غدنا، لأنه حقيقة نحن بلد حضاري وشعب حضاري، نحتاج أن نعود إلى القراءة. نحن بكل أمانة بظروفنا الاقتصادية أو ظروفنا الاجتماعية اللي صارت بالبلد، ممكن في عنا بعض الأسر ابتعدت شوي عن القراءة. نحن المقصود الآن بهذا الكتاب وبهذا المعرض وبهذا الشعار اللي طرحناه كتابنا غدنا، نكون نحن نعطي أمل وبريق من الأمل بأنه القراءة هي الرونق الأساسي للمجتمع، وهي العادة الأولى التي يجب أن نعمل عليها جميعنا. نعم، مشكور أستاذ هيثم على كل المعلومات اللي قدمت لنا يعني. وموفقين يا رب المعرض، وأكيد رح نكون متواجدين ونشوف إن كان كيف الإقبال، وحتى نشوف هي المشاهد اللي عم تتمنى حضرتك أنه نشوفها فعلا من إقبال كبير، سواء من الأطفال أو حتى أي شخص بحب القراءة. شكرا لك. شكرا كثير لكم، وأنا بدي أشكر الإعلام السوري على وقفته دائما مع القراءة ومع الكتاب، ومنقول بإذن الله موعدنا مع الإعلاميين كلهم ومع الجمهور السوري كلهم في معرض مكتبة الأسد، ومكتبة الأسد تتسع لكل محب. أكيد، شكرا كثير لك وبالتوفيق اليوم بحفل الافتتاح، وإن شاء الله بنشوف معارض كثيرة ومواسم كثيرة لمعرض الكتاب السوري. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافية.